استنى كده يا مش انا قاعده ايه قاعده مغفله يا انا بس انا هتصل كم موسم وتقول لي بحبك والحب واللفلفه ايوه انا هتصل مش مصدق لفلفه ايه يا راجل يا ناقص ما اعرفوش يا ابو عزه يا ابو عزه اول مره اشوف الدكتور انا كسوت سيبها تربيه ماما كسوت يا ابني خايف مصطفى يا راجل يا كذاب يا راجل كبير يا راجل خايف الدكتور يا موسى وربنا اول مره اشوفه النهارده المؤاخذة كل حقوقه الزوج كده كده يخونها بس ما بتكلمش عليا لا برضو. انا مش بقولها عليا لا انا مش بقولها عليا انا بقول على الزوج التاني الزوج لو لقى مثلا مراته مش هيعطي له كل حقوقه في اي حاجه كده غصب عنه يطول بره نعم ده بقول على الناس التانيه مش عليك انت حبيبه قلبي مش انت ده انت النهارده فتحوا النار علينا في حته هنتهاجم فيها الخيانه مماثله للراجل والست فخلونا ناخد فاصل بسيط ونرجع نشوف القضيه دي لان انتوا فتحتوا النار علينا فاصل ونرجع لكم تاني كويس كويس مسيطر ده حلو قوي من خف سلم ايوه طبعا انا شايفه انه من خف سلم ايوه ده صحيح العيش ورب الولاد طبعا ايوه طبعا طب ما دي حقيقه دي حاجه كويسه جدا بحكي عليها على فكره في مقابل الولاد والاطفال والاستقرار استاذ فؤاد دكتور فؤاد ازاي حضرتك انا عرفت ان انت طلعتي فاصل قلت لازم اجي اسلم عليكي ازاي حضرتك عامل ايه عجبتني جدا فكره البرنامج حلوه مسابقه بقى وحماس وحاجات كده وبين الكابلز ايوه ايوه اهلا وسهلا ابو يوسف حبيبي ابو يوسف ضيفك النهارده اخبارك عامل ايه ايه الاخبار الحمد لله كله تمام اخبارك عامل ايه وحشني والله تمام الحمد لله يوسف عامل ايه الحمد لله زي والمدام اخبارك الحمد لله كله تمام كله تمام الحمد لله تمام المدام مدام مين المدام المدام بتاع الضيوف ليهم علاقه ببعض النهارده اي مسابقه ما بين الازواج لا مش دي المسابقه اللي قالوا لي عليها لا لا مسابقه ما بين الازواج كان انت في حاجه ثانيه حد بيقدم حاجه ثانيه غيرك لا لا هي مسابقه بس النهارده للمتجوزين طيب ماشي طب انا داخل وراكي على طول فقلت طيب. اسلم عليكي هشوفك يا دكتور طيب اوكي فيه. ماشي بعد اذنك مش معانا ايه مش هو معانا برضه دكتور ربنا يخلي لكم البيبي يا رب ربنا يخليك عندكم يوسف وايه كمان وجنى يوسف وجنى ما شاء الله يوسف وجنى ربنا يخليهم لكم ربنا يخليك يا حبيبتي عمرهم قد ايه جنى 12 سنه ويوسف 11 سنه داخل في 16 سنه ما شاء الله ما شاء الله انت كنتي بتتابعي مع دكتور فؤاد لا انا مش بتابع مع الدكتور فؤاد ما اعرفكم يعني اعرف الاستاذ منين حضرتك بتشتغل ايه حضرتك بتشتغل ايه انا انا صحفي حضرتك صحفي ممكن تكون كتبت خبر عن الدكتور فؤاد في مره او حاجه يعني ان هو دكتور مشهور يعني انت تعرفه منين تعرفه منين الدكتور فؤاد هو الدكتور فؤاد سلم عليا انا حسبه طبعا في البرنامج بس انا ما لا هو قال حضرتك ابو يوسف يوسف مش عندكم يوسف هو قال لك يا ابو يوسف يعني هو معنى كده ان هو عارفك بس انا ممكن ابقى عارفك بس مش واخد بالي يعني هو دكتور نساء وتوليد مشهور ممكن كنت تابعت معاه حضرتك تابعت معاه فين دكتور نساء وتوليد في ايه تابعت معاه فين المدام تابعت معاه انا ما تابعتش معاه تابعت معاه فين طب ما انا ممكن كنت تابعت معاه مثلا بس مش يعني حضرتك هتتابع مع دكتور نساء وتوليد تعمل بيه عاوزه افهمها يا نادي يعني انا ما تابعتش معاه تابعت مع مين بقى انت طب بس افهمين افهمك ايه هو سلم عليك وقال لك يا ابو يوسف معنى كده ان انت رحت عنده العياده طب انا يعني ممكن نكون رحنا انا وانت مع بعضينا رحت ايه انا ما شفتوش ما اعرفوش ازاي ازاي اسال نفسك طب يعني انت ازاي احنا ممكن نكون رحنا وكنا لسه في اول عيل طب بس افهمين اقول لك على حاجه دكتور افهمك اقول لك ايه دكتور فؤاد سنه صغير وابن حضرتك عنده 16 سنه هو سنه صغير جدا يعني بقى له 10 سنين في المجال بس ايه انت مش سامع هي قالت لك ايه انا هعمل ايه انا تعمل ايه هو بقول لك ازيك يا ابو يوسف معنى كده ان هو يعرفك معنى كده انت رحت عنده العياده يا ام يوسف فاهمين احنا ممكن نكون رحنا مثلا في طفل تاني ولا في اي حاجه زي بعض يعني طفل تاني ايه يعني انا ما اعرفش ناس مخلفه قد ايه طب بس زي بعض طب انا اعمل ايه بس قولي لي انا عامل ايه دلوقتي نفتكري كده ممكن يكون مثلا يوسف كان لسه صغير رحنا تابعنا معاه تابعت حضرتك مع الدكتور نسا ولاده بعد ما ابنك اتولد ليه انت مش تعبتي يا استاذه خليكي بعد كده بقى اسمها نرجع طب يلا نرجع يلا مش تبع الحلقه برضو دكتور نسا توليد يلا بينا استاذ يلا استاذ معتز يلا ورجعنا لكم تاني من الفاصل ومعانا الاز جابل الست الجامده جدا دي هتاخد مسابقه
يعني تكسب اجمد ست جات عندنا البرنامج عشان مسيطره، يعني بتغني لك اغنيه مسيطره. ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ سيطره. انا عايز ارجع للموضوع تاني اللي كنت فيه الاولاني. ايه الدكتور؟ لا لا ما تهزرش. نسجل ممكن نرجع لموضوع الحلقه ونحل موضوع الدكتور بعد الحلقه. تمام. طب هنعيد تاني يا استاذ معلش، ف اسالك نفس السؤال و قولي لي انت مسيطره؟ اكيد طبعا. السيطره بتنفع في البيت؟ بتفيد البيت ولا بتخنق الراجل؟ انا من وجهه نظري بتفيد البيت. انت بتشايفه انه انا لا اكون مسيطره بنسبه 100%، ده زمام الامور هتكون في ايدي لمصلحه البيت والولاد ولا ارخي الحبل شويه؟ والله اكون مسيطره افضل منك ترخي الحبل. طب ده نتيجه بقى لان الاستاذ من بدايه كان عنده سوابق في الجواز في الموضوع ده او علاقات او اتقفش قبل كده، ولا انت من الاول واخده سيستم انا هبقى مسيطره؟ انا من الاول واخده، يعني واخده ان انا ابقى مسيطره في البيت عشان الاولاد وعشان البيت وعشان قطره هو وعشان كل حاجه. بتخافي على مصلحته؟ اه. ما الحب؟ الحب طبعا اكيد، ما فيش كلام طبعا. طب ما ينفعش. لا لا ما تهزرش. لا لا ما تهزرش. خلينا نرجع نروح لفاصل ونرجع تاني. تمام. احنا في فاصل، فانتي المفروض مسيطره، يعني قلقتي ليه من موضوع الدكتور؟ لا بس ده مش موضوع ان انا مسيطره، ان انا معنى ان انا ما قلقش، معنى ان حد يخش يكلمه كده ودكتور نسى يبقى اكيد في حاجه، في حوار وراه. ممكن يكون الاستاذ كتب خبر عن الدكتور عادي. يا بنت افهمي. لا 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 لا، هو بيسلم عليه. يا بنت افهمينا، انا سلمت عليه، انا مش فاكر، انا ما اعرفوش. طب انتي، انا حاسه ان انتي متنشنه عن بدايه الحلقه، تحبي ننده الدكتور نساله عشان ترتاحي ونكمل بقيه الحلقه فليكس؟ يا ريت، عشان انا كده خلاص اتعصبت وممكن. انا ما اعرفوش. ما تقوليش ما تعرفوش. استاذ معتز، ممكن ننده الدكتور فؤاد لو سمحت؟ بعد اذنك لمصلحه الحلقه يعني. ايه انت قلقان من ايه؟ انا مش قلقان ولا حاجه. خلاص يبقى المفروض انت الموضوع عادي، مفيش اي حاجه، هو يخش عادي. خلاص طيب. عادي يخش يا مرحبا. طيب هنشوف عادي. دكتور فؤاد معلش، انا عارفه ان احنا بنزعجك يا دكتور، بس احنا لما حضرتك سلمت على الضيف وقلت له ابو يوسف، فالمدام يعني بدات تتنشن كده وتساله هو عارفك منين، والموضوع بدا ياخد نيرف كده. يا دكتور فؤاد انت بتقول يا ابو يوسف؟ اكيد. لا لا لا، بعد اذنك لو سمحت، بعد اذنك يا دكتور لو سمحت، حضرتك دخلت سلمت عليه وقلت له يا ابو يوسف. ايوه. حضرتك دكتور نسا. تمام. انا ما جيتش عند حضرتك، يبقى انت تعرفه من فين؟ هي المدام خست شويه ولا حاجه؟ طيب. مدام ايه اللي خست؟ يعني انا جيت قبل كده عندك؟ المدام سامحيني. مش واخد بالي من الشكل بصراحه، بس لا معلش انا ممكن اقوم لك كده وتشوفني. قومي ايه انت هتعملي؟ اهو. في ايه؟ يا دكتور. يعني يا جماعه انا بيعدي عليا حالات كتير. الشكل ده جه عندك قبل كده؟ انا عارفه نفسي ان انا ما كشفتش عندك. الحقيقه مش هقدر اجمع قوي يعني، بس طب هل مره ما كنتي تعبانه؟ هل مره لا 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 ما في مستشفى في حياتك؟ انا خلفت مرتين. مش شرط يبقى متابعه حاله. لا 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 ما كشفتش عند الدكتور. اي حاجه مثلا للنساء كده يعني؟ هي كده دي هتروح في البيت. ابو يوسف لو سمحت خرجني من الموضوع ده عشان انا ماليش علاقه. طب يا دكتور ده دلوقتي انت كده، انا مش هعرف، انا مش كده مش هروح على البيت. طب انا ايه ذنبي؟ ايه علاقتي انا؟ ما ده هتعلقني في البيت يا دكتور. طب معلش هسالك انا سؤال بعد اذنك ما تتكلمش. انا هسالك سؤال. حاضر. هي المدام اللي جت معاه تتذكر اسمها؟ انا يعني بيعدي عليا حالات كتير. معلش اكيد يعني تتذكر اسمها؟ يعني حالة عندك تتذكر اسمها؟ يعني اعتقد الملامح مختلفة شوية. هي المدام عاملة تن ولا لا؟ لان هي كانت دكتور أعتقد. يعني لو في حاجة حضرتك قولها علشان بس الست تهدى ونعرف نكمل الحلقة يعني. بعدين اعتقد ان انتوا اتقابلتوا من بدري. انا عارفة ان ذاكرتك مش قوية يا دكتور. انا حاسة ملامح ان في حاجة. لا 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 مفيش. لا لو سمحت معلش بعد اذنك لو سمحت قول لي انت شفته فين؟ شفته في العياده. أكيد. مره تقول لي اصل هي خست، مره تقول لي اصل هي حاطه ملامح وشها غيرت. هو شافه في العياده. طيب ايه ده يا يوسف؟ هو بيقول لك هو شافه في العياده. في العياده معنى كده انه دخل العياده عنده. ما انا بحاول افتكر. ايه هو كشف نزا وانا ما اعرفش؟ ما هو في ازمه يا استاذ معتز ما بين الضيف والمدام بتاعته، لانه بيتعامل مع دكتور فؤاد وهو دكتور نزا. استاذ معتز يا ريت تخلصني، لان انا عندي عمليات كمان ساعتين بقى. خلصوا برنامجكم يا جماعه بقى. لا ما تغزش. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا يعني انا اول مره اشوفه. بيقول لي يا ابو يوسف يعني انا ممكن اروح عنده العياده نفسه وراجع كل الدفاتر اللي عنده واعرف انت رحت عنده ليه. انا يا ام يوسف انت برضو مقتنع برضو؟ ده انت لسه بتقول ده انا بحبك يا ام يوسف، اقسم بالله انا بحبك. حب فين الحب ده؟ ورب الكعبه بموت فيك يا وليه. ايه ده؟
ايه ده؟ انت مش عارف ان انا بحبك؟ ده انت مصر، ده انا حتى المغص لما ابغى انام على السرير يا ام يوسف، بس اذن مني كام يوسف اعمل اكتر من كده؟ قولي لي كده. لما رحت العياده ما استاذنتنيش يا ام يوسف. طب انا اعمل ايه؟ طب انا مش عايز، انت انا مش عايز اتكلم عشان خاطر الناس قاعده وعيب ان انا اتكلم. عاوز تضربوني قدام الناس يعني يا ام يوسف؟ طب لما اروح البيت ابقى اضربوني براحتك، مش قدام الناس كده يا ام يوسف. على يعني ينفع كده؟ انت برضو مش مقتنع ان جوزك بيحبك يا ام يوسف؟ لا ما مش مقتنع. ورب الكعبه بحبك. لا مش مقتنع. وربنا بحبك، اعمل اكتر من كده؟ قولي لي اعمل ايه؟ انا بزعلك بحاجه؟ رد يا رسالة، انا بزعلك بحاجه؟ انا بحبك قد ايه؟ قولي الصراحه. انا مش هتكلم. ورب الكعبه بموت فيك. انا مش هتكلم. وربنا بموت فيك يا ام يوسف. يا ام يوسف انا اعمل، انا بحبك يا ام يوسف. انا عمري خنتك يا ام يوسف؟ رد على سؤال، عمري خنتك؟ رد عليا. طب معلش قعده الصفه دي بقى بره البتاع 5 دقايق ونقفل واقعدوا بقى قعده الصفه دي بره يعني. ماشي. فين قعده الصفه دي؟ انا هخرب بيته. براحتك، حقك. انا هخرب بيتك، حقك. طب انا ما بقول لك انت ايه؟ انت ايه؟ ده انا عمري ما انت ايه؟ ده انت وشك جاب الوان من ساعه ما شفته. يا ام يوسف انت كذاب. يا ام يوسف افهميني، انت كذاب. بقول لك والله العظيم ما اعرفه. مفيش عظيم، مفيش عظيم. انا ما اعرفوش. انت مش مصدقاني ليه يا ام يوسف؟ انا اعمل ايه؟ لا انت كداب فعلا. صح كده؟ برضه يا مصر كداب. صح كده؟ صح كده ولا مش صح كده؟ صح كده؟ اخماك وقتلك ولا اعمل ايه؟ يا مصر يا انت من اول ما شفته وانت وشك اتغير. يا مصر افهمي. صح ولا مش صح؟ يا مصر افهمي. بصراحه الرجاله اللي ياما تحت السواهي دواهي دي تستاهل اكتر من كده. ام يوسف هتقتلك. ام يوسف هتقتلك. ام يوسف هتقتلك. اما انت تعرفي عمل ايه اساسا؟ هتعمل ايه؟ عشان خاطر ايه؟ اجيب لك الدكتور؟ اجيب لي الدكتور. عشان بصراحه الرجاله اللي زي دي يا استاذ معتز خلينا الدكتور لو سمحت. جيب لي الدكتور. بس اقعدي. لا اقعدي بس عشان يدخل الدكتور. وربنا بحبك. اقعدي عشان دخل الدكتور. اقعدي عشان الدكتور. طب اقعدي عشان دخل. ابعد ايدك. خلاص اقعدوا. طيب اقعدي عشان مش هيدخلوا الدكتور وانت واقفه. خلاص بقى بصيت لك كرفات. ممكن تدخلوا لنا الدكتور يا استاذ معتز لو سمحت؟ بصراحه لازم تتفضح. ليه بس؟ اكيد عارفه حاجه. اكيد هو قال لها حاجه. اكيد هو قال لها حاجه. بقول لك وربنا ما اعرفه. بعد اذنك لو سمحتي هاتي الدكتور بدل ما اخد واحد. يا ست فهميني بقى، انا ما اعرفوش. ما ارتصنيش يا دكتور. حل المشكله دي يا دكتور. ايه المشكله؟ قول لي الحقيقه بتاعت ربنا. دكتور قول الحقيقه دي ست. واحنا راجل بص يعني شكلك راجل محترم ودكتور محترم. قول لي بقى الحقيقه. قول الحقيقه يا تعم النصيبه النهارده. قول لي الحقيقه ايه؟ مين اللي جت معاه العياده؟ مش انت الصراحه. مش انا؟ لا يبقى تعالى. ثواني. يبقى تعالى. يبقى تديله على دماغه. يومك النهارده مش حب ايه؟ حب ايه يا راجل؟ يا حبيبي يا راجل. يا راجل يا راجل. يا راجل خاين. ام يوسف ده راجل خايف. مش عايز احس اني عملت مشكله. يا ام يوسف يا دكتور قول لها جه يعمل معاك ايه؟ انت بتفهمني يا ام يوسف؟ اسمعي استني اسمعي من الدكتور. هو بيعمل ايه؟ هيكون بيعمل ايه يعني؟ متجوز ومخلف. نهارك اسود. راجل خاين. نهارك اسود. يا ست فهميني، مش متجوز؟ متجوز ومخلف. متجوز ومخلف. بقاله قد ايه؟ متجوز. بقاله قد ايه؟ لا ده من زمان. من زمان. من سنه كده. من زمان. انا قاعده ايه؟ قاعده مغفله؟ انا هتصل كام يوسف؟ وتقولي بحبك والحب واللبلبه؟ ايوه. انا هتصل مش مصدق. لبلبه ايه يا راجل يا ناقص؟ ما اعرفوش. يا ابو عين زي. يا ابو عين زي. اول ما اشوف الدكتور. نهارك اسود. نهارك اسود. سيبها تربيه. نهارك اسود. راجل خايف. يا يوسف ايه؟ يا راجل يا كذاب. يا راجل كبير. يا راجل خايف. الدكتور يا يوسف. وربنا اول مره اشوفه النهارده. يا دكتور قول اي حاجه. الراجل ده لو شفتك هقتلك. سمحت ولا ما سمحتش؟ يا مدام الراجل ما عملش حاجه غلط. الراجل كان متجوز يعني على سنه الله. لو جيت ناحيه البيت هقتلك. سمحت ولا ما سمحتش؟ والله يستاهل. ده راجل خاين ومرتزق. اهدى يا ام يوسف. اهدى يا جماعه. شوفوها يا جماعه. تستاهل. طب اعمل ايه بس دلوقتي انا؟ تستاهل. ما انا جت من ايه؟ تستاهل. ما انت راجل خاين. انا هشوفها. ده النهارده. ده النهارده. مخلف ومتجوز وانا قاعده متقرطصه. انا قاعده متقرطصه. تعالي دلوقتي.
للدرجه دي؟ للدرجه دي انا كنت مغفله؟ مش هينفع كده بس مقلب. هتصدق مش هينفع كده، لازم تخش. يومك مش هيعدي. هو مش هيعدي، ده 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 كده مش مصدقه. ايوه ده واحنا قلنا لها انه مقلب في نهايه الحلقه. يعني هتسامحك بقى ولا مش هتصدق اصلا المقلب هتفتح ازاي؟ بس نفهم في ايه؟ هتعجبني اصلا بس طبعا. ما تقول ما هي مش قاعده، هو مش دكتور خالص. لكن ما فيش تصوير طبعا صح؟ لا احنا دايرين كاميرا من ساعه ما بتدخلوا الاستوديو. خلاص انا هطلع اشوفها واجيبها. ماشي يا رب تدخل بقى. اني جنبك. اهدي اهدي كده، اهدي عشان تاخدي حقك منه واحنا هنحل المشكله. وبعدين ايه، نفضحه لك على الهوا عادي لو انت عايزه تفضحيه. يعني هو متجوز ومخلف من سنه. نركن دلوقتي الموضوع على جنب خالص. دلوقتي اخلص بس مع حضرتك الحلقه عشان اخد بعض وامشي. انا دكتور يعني بتمنى ما نكونش عملنا مشكله. يعني ده انت نورت بصيرتي. انا اشكرك. انا عايز اشكرك على اللي انا فيه. انا مش عاوز اسمع صوتك خالص. حاضر حاضر. خلاص خلاص خلاص. شد بلاستر خالص. اهو اهو اهو. بعد اذنك يا دكتور. طب سيبني فين دكتور؟ ايه بقى، اسكت بقى اسكت. ما هو يعني بصي، هو الله يكون في عونك ان واحده تفتكر انها مسيطره وفي الاخر تطلع متقرطصه. اي اي كلمة متقرطصة دي قليلة. انا مديكي على قفايا. قفايا؟ ده انا قفايا خلاص. بعدين هو متجوز عيلة صغيرة. حلو قوي. حلو قوي يا شايب يا عيل، بتتجوز لي عيلة صغيرة. اصل هو كان بيقول للراجل 18 سنة. ايه كان نفسك في ايه؟ كان بيقول للدكتور ان انت يعني عجزتي وشعرك ابيض ومبقيتيش نافعة. وصابغة يعني. بقى صح؟ وسابق. اصل هو الدكتور قال لي كده، هو اتجوز عشان مراته مش نافعه وعجزت. عشان جمال عيونك بصراحه. طب هنعمل ايه بس؟ تعمل ايه؟ ده عملك اسود ومنيل بره. بعدين بيقول ان انت ربايتك مش نافعه في العيال، فهو قرر يخلف عيل جديد عشان يبقى متربي. كل ده انت بتقوله. مش نافعين. كل ده انت كنت قلته. يعني ده مبرراته يعني. انت ده انا عايز اقول لك بقى، ادام انا اتفضحت على الهوا كده انت اقول لك على حاجه. اقول انا اتجوزتها ليه؟ اتجوزتها ليه؟